خرجت مع الصباح غدا باش نمشي للخدمه فايقه، ولدي جا كيخبط في الباب كيضرب بيدي في الباب، حليت الباب لقيت ولدي طايح في الارض كله معامر بالدم. كنقول لي قول لي شكون اللي ضربك، كيقول لي ما عرفتش شكون اللي ضربني، ما عرفتش عتقيني. هزيت ولدي هذيك الساعه هزينا دينا للسبيطار دخلوه يلا شي قسمين، قالوا لنا الله يرحمه. هذا الشيء اللي كاين ولدي ما فوق وما تحته، وهذا اللي دار لولدي هذا الشيء، كنطلب من الله ياخذ فيه الحق والمخزن بيا لي حق ولدي. ما بيناتهم حتى مشاكل، عمر ما تخاصم معاه، عمرو بيناتهم حتى حاجه. كيفاش وقع الواقع الله اعلم، شكون اللي حطو الله اعلم. كنقول لي عيقول لي شكون اللي كيضربك، كيقول لي راني ماما ما عرفتش شكون اللي ضربني، عتقيني صافي. حنا من الصباح حنا في السبيطار ملي جاتنا الاخبار ديال هاد الدري، وهاد الدري اللي تيشكروا فيه ناس، اول حاجه اي جرح نصبغ ليه هو صباغ وقباص، اي الفنان ومعامل. انا مرت خالو، انا شتو يصبغ ليا، ما في سرقه، ما في حراميات، ما في بلا. اي واحد كيتلاقى معاه كيقول لي خويا وكيقول لي اختي، جارك كيحترمها، العائله كيحترمها، الوالدين كيحترمهم، فهمتيني. اما الصحافه اللي جات الصباح وكتعلق بان الام ما كتبكيش، الام شويه الكبده ديالها كبدتها مشويه في دري شاب صغير باقي ما جا ما تشوف. وهذا الانسان اللي توفى كان مجتمع عالم ديال الانسان، جمهور كامل، اي واحد وكيتعامل معاه يا بالقليل يا بالكثير، سمعتيني خويا. وهذا الولد اللي ضاع كيتمنوا والدين الحق ديالو عند السلطه القضائيه، ياخذوا لهم حق ولدهم، ما باغيين حتى شي حاجه. ودري ماشي مجرم، دري ما كيبركش مع الصحاب خايبين، ودري ما كيبركش معاه، سمعتيني. واول شيء واخر شيء وكنقولوا وكنعاودوا، ماشي تيتمات ام، تيتمات في جمهور، جيران، عائله، فاميله، نسب، كلهم مجموعين. وهذا لحد الان حنا باقي ما تسلمناش، والسلطه خدمتها، راه جات الصباح وشدت لينا الناس اللي قتلوه، وباقى السلطه الحال دي الان باقى خدامه. وكنتمناو ان شاء الله هاد الدري الله يرحمه، والله يصبر ميمته، والله يصبر باه، والله يصبر العائله ديالو. السلام عليكم اخويا، انا يا هاد الولد اللي توفى كيجيني ولد عمتي. الصباح كنتصلوا بالخبر بانه مات مغدور في لاكاف ديال لي موبل. ايوا اش نقول لك اخويا، اللي قتلو ملقب ولد مول الطاحونه، رزانا فيه بزاف، حسبي الله ونعم الوكيل. والموقع اللي قتلو فيه هو هذا في هاد لاكاف، يعني كان رجال امن كيدخلوا قبل ما توقع الفاجعه، يدوروا لاكاف بلاكاف ويقلبوه، ويلقاو اي واحد كيتمكن فيه غادي يشدوه. اي واحد بغى يتخبى من المخدرات كيتخشى في لاكاف، اي واحد كيقلبوا عليه البوليس كيتخشى في لاكاف. علاش يدير بحال ما هكا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كنعاود نقول لك، اي واحد كيقلبوا عليه البوليس كيتخشى في هاد لاكاف، اي واحد بغى يكمي مدرك كيتخشى في هاد لاكاف. يعني كون كانوا رجال الامن كيديروا خدمتهم من الليل وكيدوروا لاكاف بلاكاف، جرده بجرده، موقع بموقع، ما غتبقاش القتيله. لحقاش منين غادي في 2019 كندخلوا نعزيو وكنخرجوا، كندخلوا نعزيو في يوتيوب وكنخرجوا. كون كان الامن كيدور بصح بالليل وبالنهار غادي ماشي تيكون الملك كاين في المغرب وفي كازا عرفش كيديروا هما الخدمات. الحملات خاص الحمله تكون ديما على طول العام، الحمله وهي كاينه، البوليس ديما كيدور. كون كان البوليس كيدور وما غيوقع حتى شي حاجه هنايا، حتى واحد ما غادي يموت، حتى دريه ما غتغتصب، حتى دريه ما غتحرق، حتى دريه ما غتحرق لا جوج، حتى غتشوهج، حتى شي حاجه بسبب هاد المخدرات. والامن راه ما دايرينش خدمتهم، كيبانوا ملي كتكون شي حاجه، شو غير كيكون غير شي صداع كتمشي تعيط عليك يقولك سير تيكون الدم. علاش تيكون الدم؟ تخصب انا فكرتي تجي انت ما تجيش هذيك الساعه، انت خاصك تكون انت ديما كدور، راه انت الامن، يعني السميه الامن، خاصك تكون كدور كتحمي ولادنا. والو البزنازه موجودين، القتاله موجود، يعني واحد كيقتل روح بحال كيقتل دبانه، راه حشومه وعيب، راه حشومه والله. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.